بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهداتنا الكريمات، مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم ضمن حلقة جديدة من برنامج اسأل هناك. نعود فيها لمحور فقه المعاملات المالية، وتحضر معي فيها للإجابة عن أسئلتكم فضيلة الأستاذة دكتورة خديجة أبو زيد، أستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط وعضو المجلس المحلي لعمالة صخرة مالا. أستاذة كريمة، أهلا وسهلا. مرحبا بكم فضيلة الأستاذ، ومرحبا بالسادة المشاهدين والسيدات المشاهدات. بارك الله فيكم أستاذة. نفتتح هذه الحلقة بسؤال السي محسن، مدينة الدار البيضاء، يقول: بعد 10 سنوات من وفاة جدي قالت أمي وأختها لخالي: نريد نصيبنا من إرث أبينا، فنهرهما وقاطع كلامهما لسنتين اثنتين، فكيف تعملان من أجل نيل حقهما الشرعي الذي يتصرف فيه منفردا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أما بعد، السائل الكريم يقول يعني توفي الجد ديالو اللي هو الوالد ديال الوالدة ديالو، وترك مالا يعني اخته الخال ديالو اللي هو الأخ ديال هذا الأم والأخت ديالها، وانفرد به وما عطاهمش الحق ديالهم والمدة ديال 10 سنوات. نعم. يعني وحرمهما من هذا المال. الآن هذه الأم والأخت ديالها كيطالبوا بالمال ديالهم، فقطعهم هذا الخال هذا يعني مدة سنتين، كيسولوا كيف نتصرف. يعني مع الأسف الشديد هذه المسألة أحيانا تريد وكتوقع بين في الأسر. يعني من كيتوفى الله عز وجل يعني للآب مثلا، كيجيو الإخوة الذكور كياخذوا هذاك المال كيقسموا فيما بينهم، او لكي ينفردوا بالتصرف فيه، وكيحرموا الاناث من هذا الامر. يعني وهذا بطبيعه الحال لا يجوز شرعا. الله عز وجل بين او قسم هذه الانصبه بين الناس المستحقين اللي هم الوارثين، وتولى قسمتها بنفسه سبحانه وتعالى في سوره النساء، يعني في الايات ديال المواريث اللي هي معروفه بنصوص قطعيه لا مجال حتى للاجتهاد فيها. نعم. فبين نصيب كل واحد من الوارثين، باش كل واحد بعد وفاه الميت كتحصى التركه ديالو، كتوزع هذيك الاموال، باش كل واحد كياخذ الحق ديالو، كيعرف انها القسمه الله عز وجل، فكترضى النفوس وكتبقى العلاقات يعني مستمره. ما يقع مع الاسف الشديد بين الناس يعني من هذا التعسف هكذا، وهو ليس حقا بالنسبة له، يعني يجب أن توزع هذه التركة كما أمر الله عز وجل. كيبقوا الإناث يعني كيراعيوا أمور كثيرة، منها الدم، منها القرابة، منها يعني ربما كيطالبوا بالحق ديالهم على استحياء، وكيبقى يعني الذكور كيمطلوا كيأجلوا وهكذا. دابا الآن هذه السيدة والأخت ديالها كيطالبوا بالمال ديالهم، بغاو الحق ديالهم اللي هو حق الله عز وجل اللي أعطاه لهم الله عز وجل عفوا. ففوق من هذاك المنع اللي منعهم هذا الأخ هذا، زاد قطعهم، هاتوما هضروا على حقهم، هضروا على حقهم وقطعهم، يعني زاد فوق من هذا قطع رحمه. فكل واحد كيحبس المال ديال الورثة عنده فكأنما يحبسه قطعة من النار، لأن هذاك الحق ديال الناس خصو يوصل لهم بمجرد وفاة الميت، كيخص الإنسان يقسم هذاك المال باش تبقى. ها هو المشكلة، تبقات 10 سنين، دابا الآن انتقلنا من هذا الأمر هذا إلى القطيعة وزيد عليه. فالأولى أن الإنسان يقف عند حدود الله ويطبق شرع الله عز وجل، باش كيمشي الأمور كما أراد الله تبارك وتعالى. أقول في مثل هذه الحالات الإنسان ما يمشيش يسلك مسلك القضاء حتى يزيد مازال واحد شويه من عنده. يعني اذا كانوا في شي مكان عندهم شي واحد الكبير باقي في العائله كيسمع لهم، وان كان يعني 10 سنوات كنظن راهما استنفذوا 10 سنوات هو كي يعني ذاك المال ديالهم او ذاك النصيب ديالهم كيستغلوا، يعني بحال ولا حق حق من حقوقه، مش تحيدوا له شي حاجه خصك. نقولوا لهذا السائل الكريم، يقول الوالده ديالو والخاله ديالو رغم ذلك ما يمشيو، نقولوا احنا يسلكوا مسلك القضاء حتى يزيدوا مازال واحد المحاولات ابراء للذمه باش ما يبداوش نهائيا. وان كان يجوز للانسان انه اللي خدا ليه الحق ديالو ولو كان من القرابه ديالو انه يمشي يخبره، يقول له ودي انا بغيت المال ديالي، فاذا ما بغيتيش بالتي هي احسن، يقول له ودي راني غادي نسلك مسلك القضاء، غير ما يكونش بواحد الشجار والشنان، غير يخبره يقول له لعله ربما يسمع انه هذا الشيء هذا غيمشي للقضاء. نعم. فربما هو عارف راسه القضاء غادي ينصف، يعني غادي يعطي الحق للموالي، غادي يعطي الحق للموالي، هاد هذ النساء هذو مع الاسف، فربما يعني يخاف ولا يقول صافي خذوا الحق ديالكم، ويديروا محاولات بعد قبل من هذا الشيء هذا. فاذا ما بغاش يمشيو غير يخليوا العلاقه كيف ما هي معه، يعني هو مثلا كيقطعهم هما يبقاو كيوصلوه ويبقاو يعني كيحاولوا معه، ولكن يمشيو المسلك اللي هو الان اللي مفروض انه يتخذ بهذا الحق هذا
هذا ويرفعوا الامر ديالهم الى القاضي لعله يرد لهم الحق ديالهم. اذا ما كاينش اشكال استاذ من ناحيه، لان كاين اللي كيقول لك ولا حشومه، وكاين اللي كيقول لك وحرام ندعي خاي او ندعي اختي على شي حاجه، يقول لك غير زعما المال ديال الدنيا اللي هي مع الاسف هو اللي حرام. يعني الحقوق، هذه حقوق يطالب بها، يطلبها الانسان من ناحيه، من ناحيه اللي حرام هو ما فعله هذا الاخ، اما الانسان يطالب بالحق ديالو لا، هذا راه ما في حتى شي حاجه من الحرمه. والانسان مع هذا اذا مشى يعني يسلك هذا المسلك هذا يبقى يحاول يحافظ على هذه العلاقه، فيطالب في الحق من جهه راه صعيبه شويه استاذ، راه ما سهلاش. اي نعم راه صعيبه، يعني هذاك اللي كان طالبه بالحق تيرفض نهائيا رفضه وكيقطع القطيعه المطلقه. ولكن يخبروه يقول له ها شنو غنديروا نديروا، اذا جا العيد يتصلوا ما بغاش يصيفطوا رساله، اذا التقوا يعني يسلموا وهكذا، ولكن الحقوق راه كتاخذ نعم الطريق سلام. ديالها ان شاء الله حتى يرجعوا الحق ديالهم. بعض الاخوه الذكور في الحادثه هذه تيبقوا يعلوا بواحد التعديل، تيقول لك ودي خاصه في البوادي، في البوادي تيكونوا مثلا كيقول لك وحنا ذاك المال حنا كنا كنشتغلوا مع بانا، ديك الارض اللي مثلا خلاها بانا حنا كنا خدامين معاه، هما راه كانوا جالسه في الدار او راه كانت مزوجه في دارها، غادي تجي بعد ما في هذه اللحظه هذه ودي لنا واحد الارض وتعطيها لواحد الراجل اخر. نعم. يقول براني هذا التعليل استاذ من الناحيه الشرعيه. نعم. اي كلام في هذا الموضوع هذا كيخالف هذا ما امر الله عز وجل به فهو مردود، يعني هذا ماذا نقول، هاد التبريرات ولا نقول احنا هاد التعليلات هذه ديال انه هذاك المال ديالنا يبقى عندنا احنا اللي اشتغلنا فيه ما نعطيهوش للبراني، هكذا كيقولوا الناس. نعم. الله عز وجل الذي فرض ان تقسم هذه الاموال قال يجب الان ان تنتقل بين الاجيال وان تتداول وان هاد النساء ياخذوا الحق ديالهم، اذا الله عز وجل امر بهذا فكل كلام بعد هذا فكله يعني مردود، لا يلتفت اليه ولا يعبأ به. نعم استاذ بارك الله فيكم. تقولوا لنا سؤال اخر، سؤال صوتي مرحبا. السلام عليكم استاذ، غادي نسولك الله يرحم الوالدين، راه عندي واحد البنيته صغيره وباغيه نشري لها خميسه ديال الذهب، واش حلال ولا حرام؟ الله يرحم الوالدين. مرحبا لاله، مرحبا وتسمعي الجواب. خميسه ديال الذهب لبنيتها ما عرفتش المقصود استاذ، يعني شنو الا بغينا نشريو اي حاجه لوليداتنا خاصه الذهب بالنسبه لبنيتنا ما كاينش اشكال، ولكن شنو نعم هي السائله كتسول على الخميسه تحديدا. الخميسه هي هذيك واحد اليد كتصنع من الذهب فيها خمسة الأصابع، فموجودة يعني كيشريوها الناس وخاصة الأطفال الصغار، يعني ملي كيكون الإنسان يعني عنده واحد الولد ولا البنت يلاه تزادوا عنده كيفكر يشري لهم هذا الشيء. هذا الأمر يتعلق أستاذ بالنية ديال السائلة، لأن كاين اللي كيشري أستاذ هذه الخميسة هذه وكيعلقها لهذ الأولاد الصغار خصوصا البنات، ويعتقد هذا هو المقصود، يعتقد أن هذيك الخميسة غتحميه. إذا هذا من هنا السؤال. أي هذا هو المقصود بالسؤال، أن هذيك الخميسة هذيك اليد اللي فيها خمسة الأصابع ربما غتلقى عليه العين وغترد عليه الأذى ديال الناس، خصوصا أن الطفل الصغير كنعرفوا أنه يعني هش وضعيف وهكذا وباقي ما عندوش القدرة يحصن نفسه في كل وقت بالأذكار وهذا، فكيظنوا الناس أنه إذا شروا مثل هذه الأمور هذه وعلقوها للأبناء فإنها فهي تحفظهم، فإذا كان هذا هو الاعتقاد ديالها فلا يجوز هذا الفعل هكذا، لأن الإنسان خصو يحقق أو يصحح الاعتقاد ديالو مع الله عز وجل ويعرف أن اللي كيمنع واللي كيحفظ وهذا هو الله تبارك وتعالى هكذا، وتسلك المسالك ديال التحصين والحفظ ديال الأطفال الصغار كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية الشرعية وبالأذكار وبقراءة القرآن وهكذا. إذا كانت غير هي يعني كتشريها بحكم أنها شوية عندها علاقة بالتراث ديالنا في المغرب، أن عندنا هذه الخميسة كنديروها في يعني في الحلي اللي كيزينوا بها النساء كبارا وصغارا فلا بأس، إذا ما كانت تعتقد فيها يعني حتى شي حاجة من الحفظ أو الحماية أو التحصين فلا بأس، فتنظروا يعني تكتشف النيه ديالها وتشوف. نعم هي علاش بغات تشريها لهذيك البنت. نعم استاذ هذه. نعم. الخميسه كنشوفوا هذا بعد من خلال هذا الفهم ديال السؤال. نعم. شي مره كنلقاو مثلا بعض الناس كيديروا حتى في السياره ديالهم. نعم يعني وزعم الى درنا ديك خمسه. نعم. زعما تميم العين. نعم. نعم مع الاسف الشديد يعني كيديروا يعني هذه الاعمال استاذ من الناحيه الشرعيه كلها وفي البيوت في المداخل ديال البيوت وهكذا، فكيظن الانسان انه هذه المسائل هذه غادي هي التي ستحفظه، فهنا يعني الانسان خصو يجب ان يعتقد في الله عز وجل وحده وان لا يشرك به شيئا، يعني والحفظ التام يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم انه من الله تبارك وتعالى ومن اسمائه سبحانه وتعالى الحفيظ، يقول الله عز وجل ولا يؤوده حفظهما في آية الكرسي وهو العلي العظيم، فدائما الانسان يعتقد في الله تبارك وتعالى وما يشرك مع الله حتى شي حاجه في الامور الاخرى، واي حاجه كيظن منها انها راه كتحميه وكتحفظه الى اخره فخصو يرجع يصحح هذيك الاعتقاد. نعم. وعاد ويبني ويصحو هذا، وكنظن اذا كان هذا الشيء كله ماشي في البال ديال السائله فلا حرج عليها باذن الله. بارك الله فيكم. السي احمد من مدينه تمارا يقول ما حكم سباقات الحمام الزاجل علما انه يتم اعطاء الفائز شهادات تقدير وكؤوس فقط دون مال؟
نعم. نتكلم شوي على المسابقة بصفة عامة وحكم المسابقة يعني في الفقه الإسلامي. يعني المسابقات هذه كلها مباحة، خاصة إذا كانت فيما هو مباح، يعني مثل هذه المسابقات اللي كنشوفوه، ولا المسابقات احيانا ديال حيوانات اخرى، او للانسان هو يعني في المسابقات الرياضيه او هكذا، كلها مباحه، غير هي مقيده بامور معينه. اذا كان الانسان مثلا غادي يتسابق مع واحد المجموعه اخرى، اما بنفسه او بمسائل اخرى كيدربها وهكذا، ثم اللي فاز كتجيه الجائزه او المكافاه من جهه اخرى، من جهه المنظمه او من مثلا هذا، فان هذا يجوز قطعا لا خلاف فيه. فكتكون واحد المسابقة كيبذل فيها الإنسان واحد الجهد، إما في تعليم هذه الحيوانات أو لهو في يعني في واحد الجهد بدني وهكذا، ثم إذا كيجمعوا عدد الناس الفائز فيهم كيربح واحد القيمة مالية، ماشي فقط الكؤوس والجوائز، قيمة مالية من جهة ثالثة بعيدة على المتسابقين أو مجموعة المتسابقين، فهي جائزة بلا خلاف. فهذه الحالة اللي كيقول السائل هي اللي ذكرتها الآن، كي يربيوا هذاك الحمام وكيعلموه بشي طرق معينة وهذا، فكيديروا به مسابقات، ثم كتجي الجهة اللي كتنظم هذه المسابقة وكتعطيهم الجائزة. طيب، وعندنا صورة واحدة أخرى، وأنه مثلا يتباروا مثلا شي جوج الناس أو ثلاثة وهكذا، وطيب واحد هو اللي كيقول مثلا اللي مثلا ربح وكذا غادي نعطيه واحد، يعني المال كيكون من جهة واحدة، فهذا أيضا جائز. متى يحرم مثلا تسابقوا واحد ثلاثة الناس ولا واحد، قال لهم اللي ربح مثلا غنعطيه كذا ولا غنخلص عليه مثلا كذا غدا، الصورة الأولى أستاذ هادي ديال هي الصورة الأولى كيكون إلا جوج كيتسابقوا واحد خارجي، لا هادو جوج كيتسابقوا هو كيتسابق معاهم كيتسابق معاهم، ولكن هو اللي غيدفع، هو يتطوع لوحده، ما كيكونش أستاذ شيء هذا كيعطي المال وهذا كيعطي المال، هو جزء من المسابقة. فكيقول أنا اللي ربح فيكم غنعطيها، ولا هذا أنا نخلص مثلا عليكم الغداء أو هذا، فيجوز. متى يحرم هذا الفعل؟ إذا كانوا متباريين أو متسابقين أو أكثر، كل واحد فيهم كيوضع المال، واللي ربح كيجمع كياخذ هذاك المال كله. هنا فين كيوقع أستاذ ما يسمى بالميسيري أو القماري، لأن فيه واحد الغبن كبير وكثير، وفيه واحد الغرر اللي هو فاحش ما يعني لا يقبل. فهنا فين كيوقع هذا الحرمة ديال هذا النوع ديال المسابقة. هذه الصورة هذه الصورة الأخيرة التي ذكرت، ما ذكره السائل يعني مباح ولا حرج فيه إن شاء الله. بارك الله فيكم أستاذة. تقول السؤال آخر، سؤال صوتي، مرحبا. السلام عليكم. كنت انا خدامه انا والزوج ديالي ياك، وكنا واحد الفلوس بغينا نشريو محل، كنا حنا عيكاريين ياك، بغينا نشريو واحد المحل السكنه، بقينا كنجمعوا واحد الفلوس، ودابا الزوج ديالي توفى، والمهم اللي هو توفى قالوا لي الناس خصك تخرجي عليها هذيك الفلوس، ما يمكنش ما تخرجي عليها، خرج عليها واحد العام، وانا اصلا كنت باغيه نشري، وملي كنت كنقلب وداك الشيء وصل الوقت وما خرجتهاش، واش تبقى عليا دين؟ انت لا شريت المحل وديك الساعات وعاد نخرجها عاود نجمع في اللي سات هكا ونخرجها، او لا شنو؟ قولوا لي عافاكم الله يجازيكم بخير. مرحبا. مرحبا سيداتي، وتسمعي الجواب ولا سمعتي السؤال ديالك، يعني راه مختصر لان حاولنا نقصوا منه، لان عطيتي تفاصيل كثيره غير زائده، ولذلك حنا دائما كنحاولوا وكنلتمسوا منكم مره اخرى الله يجازيكم بخير، الاختصار الاختصار، لان الاختصار كيخلي السؤال واضح بما يكفي، وكل ما كان السؤال واضح ان شاء الله حتى الجواب غادي يكون ان شاء الله اوضح منه مع الساده العلماء السيدات العالمات. اذا الخلاصه ديال السؤال ديال السائله الكريمه ان كان عنده واحد المال مدخر للسكن وباقى ما شراش كاع ديك السكن اللي عندي الان، واش وزكات واحد العام، واش بركه في ديك الزكاه او لا كل عام خصها تبقى تزكي؟ نعم. اذا نتكلموا على المال المدخر بصفه عامه، الانسان ملي كيبدا يجمع المال اي حاجه جمعها او جمع لها او هذاك المال هذاك، فاحنا ما كننظروش الى هذاك الامر اللي هو مقبل عليه، كنشوفوا ان هذاك المال فائض، يعني هو راه سكن وكلا وشرب وقضى الاغراض ديالو الابناء ديالو، بقى واحد المال مدخر. الناس كيقولوا لي انني ادخرته مثلا للسكن او مثلا لدراسه الابناء، اذا ما نخرجش عليه الزكاه. هكذا هو المال مدخر بقى مجموع، يعني فائض على الحاجه ديال الانسان، حال عليه الحول وهو بالغ النصاب كيخصها تخرج منه الزكاه اسد. بمعنى السائله كنقول لها لا يكفي انها تخرج الزكاه لسنه واحده، كتشوف شحال من سنه او شحال من حول، سنه قمريه مرت على هذا المال، فتتقدرها وتخرج الزكاه ديالها يعني في كل سنه مرت عليها، ولم تخرج الزكاه السنوات الماضيه اللي دازت، يعني تقضي كل شيء اللي داز، عمر الزكاه اسد ما كتسقط عن الانسان، يعني حتى الانسان اللي ما كانش كيخرجها وكيتهاون شي شويه فيها وهذا يعقل بعدا على الاقل
على المسائل اللي خصو يخرجها باش النهار اللي يعني يتوب الله عليه تبارك وتعالى ويبغي ويقرر انه يخرج الزكاه خصو يخرج كل ما مضى، لانه حق في المال لا يسقط ابدا، زي ما يقول يعني ربما مر الوقت وهكذا لا. يعني تخرج الزكاه على كل سنه كان عندها هذاك المال وداز عليه يعني حول كامل تخرج عليه الزكاه ديالو. ودائما كنقول للساده المشاهدين والسيدات المشاهدات، الزكاه طهاره وتنميه للمال. هو في الحقيقه المال المدخر اللي هو غير محبوس راه هذاك يعني فعلا كتاكل منه الزكاه، لان الاصل في الاموال يعني ان تستثمر انها تدور. انا ما عارفش تستثمر. نعم. وعندي ديك البركه محطوطه هي مثلا كما السائله عندها نعم. كتسنى باش تشري بها واحد بقيعه ولا هذه. نعم. وغنبقى نخرج الزكاه كل عام. نعم نعم معليش استاذ، هنا في هذه الحاله هذه خصها تخرج الزكاه، لان حق في هذا المال حق لله عز وجل وحق لهؤلاء الفقراء. ودائما تخلي في النيه ديالها انها من كتمتثل لامر الله عز وجل على الله تبارك وتعالى يبارك في ذلك المال. وما يجتهدش الانسان من عند نفسه يقول اذا ما خرج الزكاه اذا هو يحافظ على ماله، والان لا يحافظ عليه، صافي راه نزع الله عز وجل منه البركه هكذا. واصلا هي الزكاه هي واحد القدر قليل كيخرج من المال، والانسان كيبدا يجمع شويه واحد 3 سنين 4 سنين وهكذا كيجمع واحد القدر صافي يدفعوا. ولاحظوا استاذ بمجرد ما الانسان يدخل هذاك المال مثلا في قطعه ارضيه او في شقه صافي ما كتبقى عليه زكاه. نعم. علاش؟ لان المال راجع استاذ تحرك وخدمه واحد الفئات كثيره وتحرك واحد العدد الناس استفدوا منه وهكذا، وهذا هو المقصود. دائما المال المكتنز المدخر ما هوش هو المقصود يعني من 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 المال في الشريعه الاسلاميه، خصو يتحرك هذاك المال يخدموا فيه عدد الناس ويستفدوا منه عدد ديال الناس وهكذا. يعني السائله بمجرد انها تاخذ تشري شي حاجه صافي مابقاش فيها، ما بقى عليها زكاه. البيت ديالها اللي كتسكن فيه ولا السياره ولا الشقه ولا القطعه الارضيه ولا ما بقى عليها زكاه، المال محطوطه وسد خصها منه الزكاه. خصها تخرج منه الزكاه. وكما كتقولوا دائما دا السيدات العالمات ولا الساده العلماء في هذا البرنامج، لان الزكاه راه ما كتعاون يعني كتنفعنا اكثر ما كتضرناش اصلا. صحيح. الزكاه واخا كتبان لنا احنا في الصوره ديالنا كيكون مثلا عندي 10000 درهم كنحيد من هذيك 250 درهم ياك استاذه. نعم. 250 درهم عن كل 10000 درهم عن كل مليون كتبان لي راه نقصات. نعم. ولكن هي زياده. نعم. واؤكد دائما على الساده المشاهدين والسيدات المشاهدات ان الزكاه والصدقه ويعني والتوسعه على الاهل والعيال من المال كلها يعني سبب البركه في المال وسبب الزياده فيه والنماء، وهذا مما اقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من الامور التي اقسم عليها كما هو في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقه، يعني واقسم على ذلك. وفيه ترغيب يعني الناس باش يعني قد اللي عطى الانسان قد لك يخلف عليه الله تبارك وتعالى. نعم استاذ بارك الله فيكم، ما نخافوش من الزكاه نهائيا. بل نتطلع اليها. نعم مش نحقوا استاذ هذاك النفس ديالنا شويه نوليو. نعم. ما تبقاش هي ديما هي اللي كتسيطر علينا. صحيح. ولما نوليو بحال الشكل هذا غادي نحقوا استاذ هذاك الحياه. نعم. الطيبه التي نسب اليها جميعا. صحيح. نوليو ديك الامن والامان وديك الراحه والطمانينه اللي الداخليه. ومن الامور استاذ التي تعين الانسان يقرا شويه في السيره ديال الصحابه كيف كانوا يتسابقون في الانفاق، يعني كانت عندهم اموال كثيره وكانوا يعني اذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء وهكذا كتلقاهم هما كل واحد كيحاول ينفق اكثر من الاخر وهذا. فمثل قراءه مثل هذا يعني القصص وهذه السيره ديال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ديالو وهكذا كتخلي الانسان بحال اللي قلت استاذ يستقبل هذه الاحكام احكام الله عز وجل بحاله من الطمانينه. الطمانينه. بارك الله فيكم استاذه. السيده منى الورادي من قلعه السراغنه تقول بعت سلسلة ذهبية قديمة واشتريت أخرى جديدة من البائع نفسه مع زيادة قدرها 4000 درهم، فهل ذلك مخالف للشرع كما سمعت بعضهم يقول؟ نعم، هذه واحد المسألة محل الخلاف يعني بين العلماء. يعني بعض أهل العلم في هذه المسألة نحاول نوضح الصورة للسادة المشاهدين والسيدات المشاهدات. الإنسان عنده شيء قطعة ديال الذهب قديمة، النساء كتكون عندهم هذه الحالة، هذه الذهب ربما كيقدم فكتخرج شي حاجه جديده خصوصا في الصياغه ديالها وفي هذا، كتبغي تشري هذيك القطعه الجديده ما عندهاش المال الكافي، كتبيع اللي عندها قديم كتزيد عليه شي حاجه ديال الفلوس باش كتشري القطعه الجديده. وهذه كيديروها النساء كثيرا معروفه كيبدلوا الذهب بالذهب. فريق من اهل العلم كيقول هذا ربا صريح، ربا صريح، ويستند الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فمن زاد او استزاد فقد اربى. هذا العمده في هذا الباب. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل، بمعنى كيقول الصوره الصحيحه هذا الفريق الاول ان الانسان يبيع القطعه الاولى
في مجلس مستقل كيتسمى هذا مجلس العقد ويقبض الثمن ديالها. هذا هو الصفقة الأولى أو العقد الأول. بعد ذلك يضيف هذاك المال اللي خداه من 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 الذهب اللي باعه، يضيف عليه ذاك المال اللي عنده، ثم هذا عقد جديد وصفقة أخرى كيشري هذيك الساعة اللي بغى. فهنا ما كيوقعش في الربا. بعض أهل العلم كيقولوا حتى وإن وقعت هذه الصورة اللي هي كتعطي المرأة القطعة الذهبية القديمة وتزيد عليها هذاك المال اللي هو عندها وتاخذ قطعة جديدة، فهذا ليس من الربا، لأنك يقولوا الآن هذا الذهب ديال النساء، هذا الحلي وهذا ما بقاتش هي الأثمان، هذه دخلوها فيش في عروض التجارة، يعني ولات سلع دخلوها في عروض التجارة. فكيقولوا إن هذه الصورة ماشي من الربا. فأنا كنقول خروجا من الخلاف، يعني لبغى الإنسان يخرج من الخلاف هكذا يبيع مثلا القطعة الأولى ويقبض الثمن ديالها، ثم يزيد على اللي عنده المال ولا يرجع للبيت دياله ولا هذا، ويرجع مرة واحدة أخرى يشري الذهب اللي بغى إذا بغى يخرج من الخلاف. هذه الأمور يعني في الدين ديالنا تكون هذه الأمور شكلية لهذه الدرجة هذه؟ نعم. مكاينش يعني ما كتبان زعما شي حاجة بسيطة جدا تحول العقد من يعني من أمر من عقد مختلفه إلى غير كوننا أننا نجيو ونعطيو خلصوا هذه السلعه هذه في نفس البائع، يعني نفس السلسله هي اللي غناخذ، لا الجديده اللي غناخذ وكذلك القديمه اللي غنحط. شنو كل ما في الامر انني نعطيه الفلوس نقول واحد يسالينها عاوتاني يعطيني، شنو الفرق؟ لان جا استاذ في النص ديال الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، يعني خصو يكون الذهب بالذهب او لا الذهب بما يقابله مثلا من الدنانير او المال اللي هو الان يقوم مقام الذهب وهكذا، ما يكونش الذهب والمال والذهب وهكذا. فجنص عليه هكذا باعتبار ان الذهب كان هو يعني كان ثمنا وكان هو اللي كتروج به الاموال وهكذا. هنا احيانا كتبان لنا بعض مرات الصوره شي حاجه بسيطه جدا ما كيبانناش الفرق بيناتها، ولكن بعض اهل شكليه يعني كتبان شكليه ماشي زعما مضمونيه، ربما لان حتى الربا ماشي ضروري يبان لنا فيه ان الصوره الربا تكون ظاهره، قد يقع الربا في القليل كما قد يقع في الكثير بالنسبة للفريق اللي قالوا إنه ربا. ولكن هناك عدد كبير من أهل العلم اليوم كيقولوا لا، هذه الصورة لا تقع فيها الربا. نعم ونقرر السادة العلماء يعني اللي في هذا البرنامج بالخصوص السؤالين هذا السؤال طرح كثيرا في قولوا هذه المعاملة هذه لا إشكال فيها. نعم يا أستاذ باش يكونوا دائما الحمد لله البرنامج راه موحد في هذه القضية هذه. السادة العلماء في هذه القضية هذه يعني كنا يعني على أن هذه الصورة هذه توكل على الله الإنسان بهذا الشكل هذا اللي ذكرت سائلة بهذا الشكل، سلسلة قديمة تأخذ سلسلة جديدة وبدك المبلغ ديال الفرق تدفعه، فهذا لا حرج عليها. نعم. إذا أخذت بالقول الذين قالوا لا حرج، وإذا بغت تدير هذا اللي قلت لها خرج من الخلاف. نعم. فلها ذلك. نعم أستاذ بارك الله فيكم. انتقلوا لسؤال آخر بالأسئلة الصوتية. مرحبا. السلام عليكم، عندي سؤال. الله يجازيك بخير. كاين الزيتون ديال الزوج والزوجة، يعني كل واحد بالقسمة ديالو، ولكن في الجمع ديالو جمعوه بجوج، يعني تجمع والدار، يعني كل زوجة جمعت الزيتون ديالها بوحدو وديالو هذا، ولكن عندها مشروك بلاصة واحدة، حاطين بلاصة واحدة. دابا بغا يخرج الزكاة، واش كل واحد كيخرج الزكاة يعني بوحدو، ولا يجمعو ديك الزيتون ديالهم بجوج ويخرجوا الزكاة عليه؟ الله يجازيكم بخير لما وضح لنا هذا السؤال. مرحبا سيدي، مرحبا، تسمع التوضيح الكافي إن شاء الله من الأستاذة الفاضلة أستاذة خديجة. هذه القضية، الزوج عنده زيتون دياله ربما ولتهم باه ولا شراه ولا هذه، والزوجة كذلك عندها الزيتون ديالها، ولكن كيجمعوهم مع بعضياتهم. نعم. كيدخل الدار كيتجمع، واش كل واحد يخرج الزكاة ديالو بوحدو او يخرجوا على نقولوا من راس الصابة؟ نعم صحيح. يعني الزوجة عندها الغلة ديالها لوحدها، والزوج عنده، وخصنا دائما نعرفوا ان يعني بالنسبة للزوج والزوجة بالنسبة للاموال راه الزوجة دائما كتكون عندها الذمة ديالها المالية المستقلة. نعم. يعني في مثل هذه الامور ولا في امور اخرى دائما المال ديال الزوجة راه مستقلة عن الزوج، اذا بغى يساعدها ولا يعاونها مثلا في مثل هذه الحالة ولا هكذا، الغلة الزيتون هذيك ديال الزوجة والاخرى ديال الزوج. هما واخا كيجمعوا هم مع بعضياتهم ربما لانهم يعني كيشاركوا في الحياه كلها. نعم. ولكن الدار كيحطوا البركه بجوج. نعم كيحطوه مع بعضياتهم. نعم. ولكن خاص الزوج يخرج الزكاه ديالو بوحده والزوجه تخرج الزكاه ديالها بوحدها هكذا. ففي الزيتون ماشي غيطيفوه على بعضياتهم يجمعوه على بعضياتهم ويخرجوه. نعم. كيفاش غيديروا يحددوا هذا مثلا؟ مثلا نفرضوا انه تجمع لهم بجوج بهم. نعم. 1000 كيلو. نعم. يعني بجوج بهم. هما دابا كيجمعوا. نعم. هما كيجمعوا دابا كيقولوا حنا الصابه. نعم. كيديروا الصابه ديال الزيتون تجمعات. نعم. ملي مشينا نصروا الزيتون لقينا مثلا عندنا 1000
واش هنا كاين النصاب ولا ما كاينش؟ خصنا هو الاول نشوفوا، لان النصاب ديال كل واحد بهم بوحده. هذا اللي بغيت زاد هو. هذا هو الاصل استاذ. يعني قسمناها على 500 لواحد. 500 لواحد، واش وصلنا ولا باقي ما وصلناش؟ حنا قبل ما نتكلموا هذا الشيء، هنا منين كتكون ما كايناش الشركه، كل واحد عنده الغله ديالو لوحده، فكل واحد كيخرج الزكاه ديالو لوحده. فهاد الحاله اللي قلتي يا استاذ، الا كان الزوج عنده 500 ديال الكيلوغرام، لان هذا هو النصاب بالنسبه لنا حنا ملي كنحولوه للكيلوغرامات، والزوجه عندها 500 كيلوغرام، راه باقي حتى واحد فيهم وصل النصاب. واخا هو من يتجمع راه وصل النصاب. اه طيب، ولكن هما راه كل واحد عنده الغله ديالو. بمعنى حنا هنا امتى كنتكلموا على بلوغ النصاب؟ ملي كتكون الزوجه عندها واحد 650 كيلوغرام، حنا كنبداو من 600 في الواقع. اللي عنده 620 630 فقد بلغ النصاب. فهنا في هذه الحاله هذه اذا جمعوه راه عرفوا ان كل واحد فيهم قد بلغ النصاب. او مثلا 1200 كيلو في ديك الصابه اللي هي مشتركه بيناتهم، مشتركة. يعني 600 ولكن ما عرفناش استاذ واش هذا عنده النص وهذا عنده النص، يقدر يكون هذا عنده اكثر من هذا، هذا بلغ النصاب وهذا لم، وهكذا. اذا فيجب ان يتحدد النصاب عند كل واحد منهما قبل ما يعصروا الزيتون، وكل واحد يعرف شحال عنده في الغله ديال الزيتون ديالو من الكيلوغرامات، باش نعرفوا هل بلغ النصاب فكيولي يخرج الزكاه من زيت الزيتون ام لم يبلغ النصاب. لان النصاب كنعرفوه حنا بالحب ديال الزيتون اولا، كنعبروه كنشوفوا واش وصل هذاك القدر اللي حددوه العلماء اللي كيقولوا 650 كيلوغرام وما قارب الشيء يعطى حكمه. هنا في هذه الحاله اذا جمعوه وعصروه مجموع يعني لا باس، ومن بعد ديك الساعه يخرجوا منه الزكاه مجموعين. ملي كنخرجوا الزكاه من باب التذكير واش كنخرجوا من الحبوب ولا كنخرجوا من الزيت؟ لا، حنا كنشوفوا النصاب بالحبوب. أه. هو اللي كنحددوا به النصاب. أه. والزكاه كتخرج من الزيتون عند المالكيه، من زيت الزيتون. أه. من هذا من الزيت. لهذا كيقولوا المالكيه اذا عطينا الانسان الحبوب فاش يستفد منها؟ عاد خصو يبيعها ولا يعصرها. أه. ولا داك الشيء. أه. علاش المالكيه المشهور عندهم في المذهب ان الزكاه في الزيتون تخرج من زيته ماشي وليس من الحب. هكذا ديك الساعه منين كيخرج هذاك الزيتون كنشوفوا واش هذاك الزيتون كان كيتسقى، يعني بحال اللي كنقولوا حنا هذيك الزراعه البوريه كيتسقى بالسماء او لا بماء المطر او لا كياخذ الماء بالعروق ديالو هكذا في الارض. فهنا في هذه الحاله هذه كنقولوا كيخرجوا عليه العشور. معنى العشور بمعنى اذا قلنا حنا مثلا عنده 10 ديال لترو، كل 10 لترو كيخرج منها 1 لتر هكذا. واذا كان كيسقيه كيتكلف عليه في داك السقي ديالو، بحيث كيجيب الالات اللي هي الموتور ديال الماء وكيشري الماء من مكان اخر وهكذا، فكيولي يخرج نصف العشور. فهنا عندنا الزيتون استاذ المسقي وعندنا الزيتون البوري. عندنا هذا وعندنا هذا، موجودين بجوج. اذا كان كيتكلف في السقي ديالو كيولي يخرج عليه نصف العشور، يعني 20 لترو ديال الزيت يلا يخرج منها 1 لترو. وهنا هنا الفلاح خصهم ينتبهوا لهذه القضيه ما يخلطوش ديال اللي مسقي به. ايه صحيح. اللي كيتسقى مع اللي هو بوري. اه يعني كل واحد الزكاه ديالو لوحده ايضا، فهذه ايضا يجب التنبيه عليها. واحد المساله كيسولوا عليها استاذ الناس اللي عندهم الزيتون، هو انه دابا في هذه القضيه ديال النصاب. نعم. اللي ما عندهمش بزاف، ما اللي عندهم بزاف راه كيكون. دابا حنا كنعرفوا في العاده ان الزيتون لما كان يعني كنجنيو الزيتون كاين اللي كيدق. نعم. كاين اللي كيدير بيض، كاين اللي كيدير يعني اشكال. نعم. وحنا اللي كنعصروه عاوتاني كاين واحد يعني في الاخر حنا باش نعرفوا النصاب، واش غير هذاك اللي غنعصروه؟ نعم. ولا حتى هذاك اللي شي كنبيعوا منه شي، ما كيفاش غنديروا؟ هو الاصل انه يجمع جميعا. هو ما كيتجمعش. ما كيتجمعش. الواقع عند كثير من الناس بحال هكا، شي كيديروا هذاك شي كيديروا. نعم. بشيو اللي احنا الحمد لله عندنا المغاربه. نعم. يعني عندهم ابداع في هذا الشيء هذا حسب المناطق. نعم. كاين اللي كيكون مخلل، كاين اللي كيكون هكذا. اي صحيح. واش غادي نحسبوا كل شيء؟ اذا تعذر استاذ بحال اللي قلتي هما عزلوا واحد القدر كبير منه مثلا، غادي يخليوه هكاك صحيح، وهذا فهذاك غيخرج وجوبا من هذاك الحب هذاك، لان ما غيتعصرش. يعني ما واش نديروا عمليه حسابيه مثلا دابا؟ نعم. انا لقيت اللي غنعصرها لقيت عندي جوج طون. نعم. وكنقدر داكشي اللي دقيت واللي كذا يمكن مثلا فيه واحد 500. نعم. نخرج جوج نحسب على انني عندي جوج طون ونص. نعم. ديك الساعه غادي تحسب كل شيء، راه جمعتي كل شيء، جمعتي المجموع كامل. نعم. تقديرا هكذا، بهذا التقدير. فكتخرج على هذاك المجموع كامل استاذ. نعم. وما قلناه استاذ قبل قليل في السؤال في زكاه الاموال، كذلك نقوله في زكاه الحبوب والثمار. هي الزكاه كلها كيف ما كانت الانواع ديالها، سواء ديال يعني الابل والغنم والبقر، ولا ديال الاموال، ولا عروض التجاره، ولا هاد الزروع والثمار،
هذه النعم لله تبارك وتعالى من بها على الإنسان لابد أنه يخرج منها الحق في حالي كيقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. فشوف سبحان الله العظيم للزكاة الزروع والثمار خصوصية بمجرد ما كيجنيها الإنسان صافي كيخص يخرج ديك البركة منها. وبعض الناس يعني عندنا في مناطق المغرب هذاك الحق ديال الفقراء والمساكين ما كيدخلوش عنده للدار يعني من كيكون حريص كيشبهها بالخصوص في الزراعة في الحبوب ديال باقي في النادر كما باقي في النادر تديوه مواليه تيقول لك نعطيه المواليه ويعرف أنه حق هكذا هو لله تعالى حق لله تعالى وحق للفقراء يعني يمتنع أنه حتى يدخلوا عنده للدار كيحاول يوزعوا كامل يعني رغم أن أحيانا كيكون داكشي كثير ولا يدخلوا إلى بيته إلا داكشي اللي بقى له من الزكاة وكيتي إذا دخل للدار ماشي مشكل لا بأس غير هو من الحرص الشديد الحرص الشديد فهاد القضية ديال الزيت مثلا أنا دخلت البركة ديال هذه وبقيت واحد 15 يوم ولا شهر مثلا عاد باش نوصل ديك الزكاة المالية ماشي مشكل لا بأس لا بأس هو قد يعجل بال الإنسان مزيان ولكن حتى يوصل عند مستحقها وكان واحد شوية تأخير لا بأس. نعم سيدة بارك الله فيك وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك فضيلة الأستاذة الدكتورة خديجة أبو زيد وذكر أنك عضو المجلس العلمي المحلي لأعمال تاس خيرة برا وأستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط. والشكر لكم أعزائي المشاهدين عزيزاتي المشاهدات والشكر أيضا للفريق التقني وإلى لقاء آخر بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.